السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم على البريزنت سيمبل. في ناس طلبت مننا بعض الفيديوهات عن الفيرب. البريزنت سيمبل ده بيعبر عن العادة أو الحقيقة، يعني حاجة بتحصل كل يوم أو حاجة بتحصل دايما. طيب بيتكون من إيه؟ بيتكون من الفاعل أو اللي هو الهي أو الشي أو الإت، ولازم نحط بالفيرب في الحالة دي الإس أو الإي إس. أما الآي والوي والزي واليو ما بنحطش في الفيرب حاجة. طبعا هي معناها هو، شي معناها هي، ات لغير العاقل. في الحالة دي بنحط للفيرب اس او اي اس، وامتى هقول اس وامتى هقول اي اس. اما الاي والزي واليو، اي معناها انا، وي معناها نحن، زي معناها هما، بنحط الفيرب بدون اي حاجة جنبه. تمام. بنبدأ بقى حكاية الاس والاي اس ديت. انا لو الاس لو الفيرب عادي، الاي اس لو الفيرب ده بينتهي بسي اتش او اس اتش او 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 اس اس او اكس او زد، بالحالة دي بنحط اي اس. يبقى لو الفيرب بينتهي بسي اتش او اس اتش او 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 اس اس او اكس او زد بنحط اي اس. بس لازم اقول حاجة، امتى احط الاي اس؟ برضو لو كان الفاعل هي او شي او ات. يعني مثلا شي جوز تو سكول، هي بتذهب الى المدرسة. حطيت اي اس ليه؟ اولا حطيت اي اس عشان الفيرب بينتهي بالاو، ودي من الحاجات اللي ايه، لو الفيرب انتهى بيها بنحط اي اس. دي اول حاجه. وتاني حاجه انا حطيت اساسا اس ليه كمان؟ عشان شي. هي بلايز فوتبول، هو بيلعب كره القدم. هنا حطينا اس عشان الفاعل بتاعي او السبجكت بتاعي هي. طيب اميره واتش تي في، اميره تعتبر شي، هنحط اي اس ليه؟ عشان الفيرب بينتهي بايه؟ باس اتش، بسي اتش. انا اسف، بسي اتش. يبقى لو كان سي اتش او اس اتش او 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 اس اس او اكس او زد، بالحاله دي بنحط اي اس. زي واتشز، زي جوز. طيب ليلى جيتس اب ايرلي، حطينا اس بس اهي، لان طبعا الفيرب ما بينتهيش باي حاجه من الحاجات دي، ولان ليلى تعتبر شي هي للمفرد بنحط معاها اس. تمام. I play football، هنا I بقى مش هنحط للفيرب أي حاجة. They get up early، برضو مش هنحط للفيرب أي حاجة. They eat fishes، مش بنحط للفيرب أي حاجة. الكي وورد بقى الكلمات الدالة، امتى اعرف ان ده verb present simple؟ هقول sometimes، always، often، usually، every day، whenever، وever، whenever، whenever، whenever. Sometimes، always، often، usually، every day، never، whenever. Sometimes، always، often، usually، every day، whenever، whenever. دي كلها لو لقيتها في أي جملة أقول على طول إنها present simple وأنا مغمضة. Sometimes، always، often، usually، every day، never، whenever. بالنسبة بقى للسؤال، أنا بسأل بدو ودوز. طب إمتى استعمل دو؟ لو كان الفاعل بتاعي I وthey ويو ووي. أما لو كان الفاعل بتاعي هي وشي وإت بنستعمل دوز. بس عايز انبه على حاجه، يوم ما استعمل دوز سواء في السؤال او سواء في النفي، الاس والاي اس اللي في الفيرب بتتشال. برجع الفعل للمصدر، برجع الفعل للانفينيتيف او للمصدر. يعني ايه؟ هنشوف مع بعض في الاكزامبل. دوز هي بلاي فوتبول، هل هو يلعب كره القدم؟ طبعا حطيت دوز، يبقى هنشيل الاس اللي المفروض تحطها مع بلاي. يبقى هقول ايه؟ دوز هي بلاي فوتبول. طيب does she get up، برضو نفس القصة، رجعت الفعل للمصدر وما حطيتش لا اس ولا اي اس. does he eat fish، نفس القصة، طالما حطيت does بنشيل الاس وبنشيل الاي اس. طبعا الاجابة هتكون yes he does او no he doesn't، ودي بيكون في النفي. تمام. يبقى انا عندي does مع الهي والشي والات، وبنشيل الاس والاي اس اللي موجودة في الفيرب. اما do مع الاي والوي والزي واليو. طيب برضو لما اجي اتكلم على ادوات الاستفهام، where معناها اين. طبعا Where does he live؟ أين هو يعيش؟ هقول he lives in Cairo أو he lives in Cairo، هو بيعيش في القاهرة. يبقى أنا في الحالة ديت لما استخدمت where وحطيت does، طبعا شلت الاس والاي اس من الفيرب، وبعد كده لما جيت جاوبت رجعتها تاني عشان أرجعها جملة عادية، هقول he lives in Cairo. What does he eat؟ ماذا هو يأكل؟ He eats a fish. في الحالة دي برضو رجعت الاس تاني عشان أنا شلت does من الإجابة. يبقى what does he eat، شلت هنا شلت الاس وهنا رجعتها تاني عشان شلت does. when does he get up، متى هو يستيقظ؟ when does he get up، متى هو يستيقظ؟ هقول he gets up، هنا بقى هرجع الايه الاس اهي، he gets up at 7 o'clock. طبعا رجعتها ليه؟ عشان انا شلت does. اما بقى دو بستعملها مع الاي والوي والزي واليو. هنشوف اكزامبل برضو مع بعض. Do you live in Cairo؟ هل انت بتعيش في القاهرة؟ Yes I do. No I don't. Where do you live؟ اين تعيش؟ هقول I live in Cairo.
When do you get up؟ أي متى تستيقظ؟ هقول I get up، بس عايز أربي على حاجة. You بتتحول من السؤال للإجابة بـ I. When do you get up؟ هقول I get up at 7 o'clock. What do you eat؟ ماذا تأكل؟ هقول I eat fish. I eat fishes. برضو دو زي ما احنا ما فيهاش أي مشاكل، لا فيها اس ولا فيها أي حاجة. تمام؟ أما بقى بالنسبة للنفي بنستعمل don't و doesn't. don't مع ال I will we will they will you، و doesn't أو does not مع ال he will she will it. وبرضو بنشيل ساعتها ال s وال es. I don't play. She does not get up. هي لا تستيقظ. تمام؟ He doesn't go to school. هو لا يذهب إلى المدرسة. هنا طالما حطيت not شلنا ال s وال es. تمام كده؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، ياريت اللي عجبوا الفيديو يعمل لايك ويعمل سبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.